إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرايش. إذن على المباشر مع البطيوي، اليوم جينا بطبيعة الحال نهضروا، اليوم جينا نتكلموا على الارتفاع المهول ديال ثمن بعض المواد الغذائية اللي ارتفعت بشكل كبير للأسف الشديد. بغينا متابعين الأوفياء أنكم تشاركونا، بغيناكم أنكم تعطيونا الاقتراحات ديالكم والآراء ديالكم حول الكارثة اللي للأسف الشديد كارثة بكل المقاييس. أثمنة ديال بعض المواد الغذائية اللي ارتفعت بشكل كبير 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 بزاف للأسف الشديد، ثمن خيالي للأسف الشديد. الخضرة معطيشة وصل 10 دراهم 8 دراهم في بعض المدن المغربية على اختلاف المدينة، ما يقارب تقريبا اللحم اللي وصل بطبيعة الحال للأسف الشديد 100 درهم ثمن ديالو. إذا للأسف شنو رأيكم في ارتفاع ثمن بعض المواد الغذائية اللي ارتفع بثمن كبير وثمن قياسي وثمن كارثي بكل المقاييس للأسف الشديد، ثمن كارثي بكل المقاييس للأسف الشديد. إذا بغينا بطبيعة الحال متابعين الأوفياء أنكم تعطيونا الاقتراحات ديالكم والآراء ديالكم بطبيعة الحال، واش كتعانيو في صمت مع الارتفاع المهول ديال ثمن المواد الغذائية اللي ارتفعت بشكل كبير للأسف الشديد. أرقام قياسية، أرقام كارثية بكل المقاييس اللي تسجلات مؤخرا في الآونة الأخيرة في بعض المواد الغذائية، مطيشة، البصلة، البطاطا، اللحم، وزيد على ذلك كاين مجموعة ديال الأمور اللي ارتفعت للأسف الشديد بشكل كارثي والأرقام قياسية. الأرقام ولات كتخلع للأسف الشديد والمعيشة طلعت، وكما كنقولوا بطبيعة الحال وللأسف الشديد أن المعيشة دارت الجنحين، المعيشة دارت الجنحين للأسف الشديد. للأسف شنو رأيكم في ارتفاع بعض المواد الغذائية أثمنة قياسية للأسف الشديد، أثمنة كارثية بكل المقاييس. إذا نتمنى متابعين الأوفياء أنكم تعطيونا الاقتراحات ديالكم، تعطيونا الآراء ديالكم، واش فعلا أن هادشي هذا تزاد أكثر من القياس، واش فعلا أن المواطن المغربي تقاس المعيشة، واش فعلا أن المواطن المغربي تغلب بعد هذا الارتفاع المهول والقياسي ديال بعض المواد الغذائية. بعض المواد الغذائية اللي ارتفع الثمن ديالها بشكل كبير، بعض المواد الغذائية اللي ارتفع الثمن ديالها للأسف الشديد واللي ولات أرقام قياسية وأرقام كارثية بكل المقاييس. شنو رأيكم في ارتفاع ثمن بعض المواد الغذائية والأساسية للأسف الشديد؟ البصلة، مطيشة، البطاطا، كلشي تزاد للأسف الشديد، وكذلك حتى اللحم اللي وصل ما يقارب 100 درهم للكيلو للأسف الشديد، 100 درهم للبقري والغنمي للأسف الشديد. للاسف الشديد الارقام ديال بعض المواد الغذائيه اللي ارتفع للاسف الشديد بشكل كبير وبشكل كارثي بكل المقاييس، وان القدره على شراء هاد المواد الغذائيه من المواطنين اللي كيعانيو في صمت مقادير بطبيعه الحال. الله يحسن العون الجميع. كاين الناس اللي كتربح مازال كتربح 30 درهم 40 درهم حتى ل 50 درهم في النهار، ما بالك ان الانسان اللي كيربح 30 درهم 40 درهم واش يقدر يشري هاد بعد هذا الارتفاع هذا للاسف الشديد. إذا شنو رأيكم متبعي الأوفياء متبعي قناة شوف تبي في ارتفاع المهول ديال ثمن بعض المواد الغذائية اللي ارتفع ووصل لثمن قياسي وثمن كارثي بكل المقاييس. الثمن اللي وصل للأسف الشديد ديال المطيشة راه وصلت حتى ل 10 درهم 8 درهم بعض المدن المغربية. الثمن ديال اللحم للأسف الشديد وصل 100 درهم. واش المواطن الفقير الضعيف اللي المدخول ديالو محدود واش يقدر على غلاء ديال الاسعار؟